انا حاجه جات لي اسئله كتير جدا لحضرتك، فخليني اقرا بسرعه عشان ادي حق الناس وارجع لحضرتك. اتفضل. مساء النور يا كابتن مدحت، كنت عايز اعرف مصير عوده الجماهير علشان الدوري بدون جمهور زي الاكل من غير ملح. ده كريم خالد. جيدو العامر. لا انا اسف، انا عبد المجيد من السويس، انا بحبك، انا زملكاوي اصيل قوي، بس والله زعلان على الاهلي، والله علشان الاهلي اسطوره، مشاعر جميله. من مودي الدمياطي، مساء النور يا كابتن مدحت، وبمسي على الكابتن طاهر الشيخ، وعايز اعرف ايه الصفقات الاهلي الجديده. عيسى اسيان، نورت الدنيا يا شلبي، وحمد لله على السلامه. ناخد من هنا كده. ميدو مرزوقي، حبيبي يا شلبوك، فينك من زمان، ان شاء الله الترجي ياخد دوري الابطال، وهارد لك للاهلي. لا دوري الابطال بقى يبقى للزمالك يا ميدو، مش كده ولا ايه؟ ما بقاش الترجي على دماغنا بس الزمالك. محمد رمضان، الحمد لله على السلامه كابتن مدحت، الف مليون مبروك البرنامج الجديد، بالتوفيق ومن نجاح الى نجاح، ونفسي تتكلموا في عوده الجمهور الى المدرجات، ونفتح الملف ده يا كابتن، حضرتك هتكون ليك دور كبير في عودة الجمهور بإذن الله. محمود جميل، إيه آخر صفقات الأهلي المستخبية يا شلبوكا؟ اسأل الكابتن طاهر. منور شلبوكا، إيه توقعاتك لقرعة دوري الأبطال بكرة؟ ده إبراهيم الزاكي، ده بكرة دوري، بيتكلم على دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء إن شاء الله. إبراهيم حجازي، انا زملكاوي وبهني الكابتن طاهر الشيخ، وببارك لك على البرنامج الجميل ده. اشكرك يا ابراهيم. مو من شمندورة، ايه الف مبروك يا كابتن، حاجه كده. اوكي، بكره في قرعه الكونفدراليه بس يا جماعه، مش دوري رابطه الابطال. عادل المصري، مساء النور يا شلبوكا، انا بقول للكابتن طاهر ابو زيد كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنة، ده كمان عادل أبو عبد السميع. أحمد باحة، وحشنا والله يا شلبوكا، ونفسنا نعرف بكل أمانة وحضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟ اسأل الكابتن طاهر الشيخ. الفتى الطيب، كل سنة وأنت طيب يا كابتن طاهر أبو زيد، وعقبال مليون سنة، ده زملكاوي. طول عمرك مبدع يا جنرال، ومساء الأنوار يا كبير، ده أحمد مجدي، وتحياتي للكابتن طاهر أبو الشيخ. ناخد كمان رسالتين. محمد هشام، سلام ورا كابتن مدحت، تحيه للكابتن طاهر الشيخ والكابتن محمد عبد الوهاب، نرجو معرفه رئيس لجنه الكره القادم ومن بديل الكابتن هادي خشبه، وهل الكابتن عدلي القيعي باقي؟ طب جاوب لي على ده الاول كده كابتن طاهر عشان ما نساهوش. مصير لجنه الكوره، مين رئيس اللجنه القادم؟ والله لسه هنقرر في الاجتماع بكره ان شاء الله. في اسماء مرشحه؟ لا لسه. خالص؟ لسه. خالص؟ خالص. ما تدينا انفراد كده كابتن طاهر. لا لا لسه فعلا يعني. فعلا. يعني انا ان شاء الله انا مسؤول عن الكوره في النادي الاهلي. نعم. وفي احتمال يعني ممكن ما يبقاش في لجنه كوره. اوكي. يبقى في بعض الاستشاريين حوالينا. من غير لجنه. من غير لجنه. اوكي. انت عارف فرق العالم كلها ما فيش حاجه اسمها لجنه كوره. بالظبط يعني. كده. بالظبط كده. يبقى مع حاجة يعني جايب مستشار او اتنين، دول هيبقوا يعني بايد بفلوس ولا هيبقوا؟ لا لا. كده. يعني احنا الخزنه عندنا مش ناقصه. بعافيه شويه. طيب كابتن عادل القيعي باقي؟ ان شاء الله. باقي ان شاء الله. الله. هل في تغيير في اداره النادي؟ مدير نادي بتاع الكلام ده؟ شوف حضرتك يعني انا تغيير في الاداره قصدك؟ مدير تنفيذي كذا كذا. لا بص، القرارات دي لازم ناخدها جماعيا. بالظبط. لكن اكيد في دردشه حصلت قبل اجتماع بكره، في كلام كتير وفي برين ستورمينج، وفي يعني الواحد بيسمع لاراء ناس كتير قوي. وفي الاخر هنشوف الاصلح للنادي ايه. بالزبط. النادي في الحقيقه في محنه. في محنه ماديه اولا، وفي محنة في مستوى فرقة الكورة. يعني لابد ان احنا نعيد حساباتنا ونعيدها بسرعة. نعيدها بسرعة. طبعا. طبعا. لانه النادي الاهلي ما ينفعش يستمر
بالشكل ده. النادي الاهلي قادم ان شاء الله مؤكد الاهلي هيفضل قادم، بس كلام حضرتك مهم، يعني انتوا محتاجين دلوقتي جراح، مشرط جراح. لا الكلام ده له معنى. بص حضرتك عشان تاخد القرار الصح اوكي لازم تشوف كل المعطيات اللي قدامك. وانت بره المجلس ما انتش شايف المعطيات اللي قدامك. يعني وانت بره تقول طب انا عايز صفقات كذا وكذا وكذا وكذا، تخش جوه تلاقي مفيش فلوس. تمام أوكي. فلازم تجيب فلوس صحيح. عشان تعمل الصفقات دي. نعم. فالمعطيات اللي موجوده جوه غير ما انت فاكر وانت بره. اوكي. والنادي نفسه في حاجات كتير اعتقد محتاجه تصليحات طبعا، الناحيه الاجتماعيه بتاعت النادي لها متطلبات جامده جدا جدا. الاعضاء بيشتكوا من حاجات كتير قوي، من الخدمات، من شكل المطاعم، من الرياضه. الرياضه بتاعت الاعضاء مش لاقين مكان يتمشوا فيه، مش لاقين مكان يقعدوا فيه كويس، مش لاقين نظام في، يعني في شويه دربكه كده. الشكل الجمالي بتاع النادي كمان محتاج لنظره، وان شاء الله الحته دي انا هظبطها بالظبط، تظبيطه جامده يعني. طيب احمد عبر الهانج اوت عايز يسال حضرتك، اتفضل يا احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الانوار. اهلا بيك. مساء الانوار. مبروك يا فندم، مبروك يا حضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. ان شاء الله النادي الاهلي هيكون على سكه نجاح كبيره مع حضرتك يا فندم. ان شاء الله يا رب. إن شاء الله. انا كنت حابب اسال حضرتك سؤال يعني خاص بالسينما. حضرتك السينما، حضرتك يعني السينما خدت منك كلاعب، خدت منك كلاعب. انت لسه فاكر حاجه على حسب الظهور. سوري ما سمعتش السؤال. اقول تاني يا احمد السؤال. السينما استاذ طاهر ضافت لحضرتك ام اخذت منك كلاعب على حسب ظهورك في فيلم رحله النسيان؟ اوكي، اخذت من حضرتك ولا اضافت لك السينما؟ والله شكرا يا احمد. السينما دي تجربه مر بيها لعيبه كوره كتير. منهم طبعا اشهرها كابتن صالح سليم. طبعا انا بعتبر ان خلي بالك انت بيتعرض عليك السينما وانت في سن انت صغير يعني، وفي عنفوانك ومشهور جدا، فالواحد القرار اللي بياخده في هذا السن ما مش لازم اتحاسب عليه. صحيح. ولكن هي محطه قرار مش وحش يعني. محطه مهمه وعلامه في تاريخي. بالظبط. يعني على الاقل يعني مثلا بيقولوا يعني تخليد للذكرى يعني، ربنا يديك صحه يعني. ومش ندمان عليها، بالعكس انا بعتبر ان دي يعني محطه في التاريخ وعلامه في تاريخي، زي ما هي علامه في تاريخ اكرامي وكابتن عادل هيكل وكابتن صحيح. صالح واخرين وشريف عبد المنعم. طبعا ده طلع في افلام كتير شريف عبد المنعم. بالظبط بالظبط. فهي ما اعرفش هل يعني اللعيبه بتبقى مغريه للمخرجين ولا ايه، انما لا وانت هي تجربه انا يعني مش ندمان عليها طبعًا. ومبسوط بيها في الحقيقه. انا عايز اقول لحضرتك اول لاعب مثل، لو قلت يا كابتن طاهر هسقف لك دلوقتي في الاستوديو، اول لاعب مثل. اول لاعب مثل صعبه تعرف. ابيض واسود. قديم. ابيض واسود. يا سلام لو عرفتها. لا صعبة دي. صعبة دي. صعبة. هو لاعب محمود حودة، ده لاعب الاتحاد السكندري. معقولة؟ أمال إيه؟ مثل في فيلم أعتقد اسمه العالمي. كان اسمه العالمي. يعني ده أول لاعب كورة مثل في السينما. لكن دي طبعًا أول مرة أعرف المعلومة دي. العالمي أول واحد. أول واحد. وشالو اسمه إيه؟ كان اسمه شالوم الرياضي حاجة كده. في الفيلم ده يعني. كابتن طاهر الوقت جري معاك بسرعه جدا. والله كنت عايز اكمل مع حضرتك اكتر من كده، بس اكيد هيبقى لنا لقاءات تانية. انا سعدت جدا باللقاء. خلاص نيجي الصبح نكمل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا اللي اتشرفت والله بيك وبالبرنامج الجميل بتاعك. الله يخليك. وعايز اشكر فريق الاعداد عندك، في الحقيقه
استقبال جميل، كله دفء كده ومحبه وحاجه بروفيشنال خالص. يعني الواحد يفتخر انه يكون في حاجه كده في مصر. ربنا يخليك يا كابتن، ونتمنى لك والمجلس بالكامل يا رب كل التوفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا هوري للساده المشاهدين لقطه يا كابتن طاهر. ايوه. واحنا بنتكلم عن الجمهور، الناس بره بتحترم علم مصر ازاي؟ لانه السنه اللي فاتت كان بنعمل سلام وطني اثناء المباراه، وبعدين الجمهور يغني حاجه تانية غير سلام بلده. انا هوريهم في ماتش البرازيل والارجنتين، والفرقه عزفت جزء من السلام الوطني البرازيلي، وبعدين بعد ما الفرقه سكتت يا كابتن طاهر الجمهور كله كمل غنى السلام. والبتاع البروتوكول احتراما لسلام الوطن ساب الجمهور يكمل على الاخر قبل ما يروح للسلام الوطني الثاني. وبعدين نلتقي بالاستاذ الكبير رضوان الزياتي، ولكن بعد الفاصل. Neymar mostra parabéns Belém do Pará. المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولين العرب في مساء الانوار. يعني مش مهندس، كلام كتير بيتقال في قصه محمد صلاح ان هناك سماسره ونسبه نادي المقاولين هتقل كثيرا. الكلام ده فين صح اللي فيه وفين الغلط اللي فيه؟ لا، هو ما فيش سماسره كتير ولا حاجه، هي شركه تسويق ولها نسبه. احنا طلبنا من نادي بازل يقدم لنا تقرير نهائي او موقف نهائي، او موقف مالي اللي هو الستيتمنت بتاع. يعني احنا طبقا للعقد المفروض اعاده البيع جالنا ايه، ونسبه التسويق وخصم اي حاجه، وبيدفعوا لنا المبلغ اللي هو متبقي. وطبعا بنقفل برضو الحساب القديم لان كان لنا نسبة مشاركات، فكل بنقفل العقدين مع بعض يعني. فده اللي احنا طلبناه. هما بالنسبة لهم كان في مشكلة ان موقعين على بند سرية العقد بين بازل وتشيلسي، فقلنا لهم احنا الموضوع السرية ده يخصكم انتو، فاحنا عايزين، طلبت منهم تقرير معتمد او شهاده معتمده بالمبلغ اللي لنا موقعه من المدير المالي للنادي ومدير الشركه ورئيس مجلس الاداره، وبعد كده الشهاده دي توقع من مراجع الحسابات، لان هو اللي هيراجع على المبالغ وهيراجع على المبلغ اللي اتدفع لشركه التسويق وكده. وفي حاجه ثالثه انها تتختم من جهه
حكوميه خارجيه زي الجهاز المركزي. هو قالوا لي الموضوع ده بياخد وقت شويه، قلت لهم مفيش مشكله بس تبقى الامور فيها شفافيه ووضوح وفي مدققه ومراجعه، بحيث ان احنا يبقى يكون، لان ده احنا نادي خش حساباته بشهاده معتمده. فده يمكن اللي يمكن مأخر الموضوع شويه. عندك ثلاث لاعبين عليهم مشاكل كتير جدا في الانديه المصريه وايضا في انديه خارج مصر، هم محمد رزق ومحمد فاروق وباسم علي. هتعمل ايه في اللعيبه دي وانت كنت رفعت رايه اللي عايز يمشي همشيه جوه او بره؟ لا، احنا كنا بنقول الاحتراف الخارجي هو الاساس، انما لو هو موجود داخل مصر فاولى يكون في المقاولين العرب، يعني طالما عقده ممتد ونحافظ على استقرار الفرقه. احنا حاطين في حسابنا كده مع حتى مع الكابتن رضوان ان ممكن لعيب او اتنين خلال اخر الموسم ممكن ينتقلوا الى الخارج، زي اي يعني اللي هو وقع عليهم الاختيار، يعني زي ما اذا كان محمد فاروق او اكتر من لعيب. بس انا لا، ممكن في بلجيكا كمان، في عندنا عروض، وفي في البرتغال. بس احنا بندرس الموضوع بتأني شوية، لان يهمنا ان اللعيب ينجح، وتملي بيبقى العائد الاكبر من اعادة البيع. يعني اعادة البيع واضح انها هي الاكبر، يعني حتى ان في احتمالية برضو يروح للدوري الانجليزي، فده برضو اعادة البيع هتكون لها دخل كويس. احتمالية تخصنا بالنادي. والله ما هو انا برضو زي ما كان موضوع صلاح، انا يعني بحبش اتكلم تملي. انا الاول طبعا بهني الكابتن مدحت على عودته للمساء الانوار، برنامج متميز. انا كنت وانا في سفرياتي للخارج بشوف قد ايه المشاهدين العرب والمصريين بيتابعوا برنامجه، فبهنيه على العوده وبقول له الى ان شاء الله الى مزيد من التالق كما عودتنا. هذا